بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسهلا فيكم أصدقائي في شرح الوحدة الثامنة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف العاشر الفصل الثاني الوحدة الثامنة بعنوان God News from the Doctors أخبار جيدة من الأطباء أصدقائي الأعزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيدكم كتير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى لقاء جديد Period 1, Activity 1, Listen and Repeat. الكلمات, Unit 8. Period 1, Activity 1. Anxious. Anxiously. Diary. Event. Fill. Hole. Put off. Rapid. Rapidly reason recover relieved shocked suffer word formation deep deeply operation operate worry worrying anxious أو anxiously بمعنى مثير للقلق أو مقلق أو موتر I saw my sister's anxious face at the window لقد رأيت وجه أختي المتوتر أو المقلق من النافذة diary بمعنى مفكرة don't forget to write the date of the meeting in your diary لا تنسى كتابة تاريخ اللقاء في المفكرة event بمعنى حدث A committee has been set up to organize social events in the college. تم إعداد لجنة لتنظيم الأحداث في الجامعة. fill بمعنى يملأ (I filled the bucket with water) لقد ملأت الكيس بالمياه. hole بمعنى حفرة (we dug a hole and planted the tree) لقد حفرنا حفرة وزرعنا الشجرة. put off بمعنى يؤجل The meeting has been put off for a week. لقد تم تأجيل اللقاء لأسبوع. Rapid رابد أو rapidly معناها سريع أو بسرعة. His response was rapid. إستجابته كانت سريعة. Reason بمعنى سبب. Reason The reason for the disaster was engine failure. سبب الكارثة كان إخفاقاً في عمل المحرك. Recover بمعنى يتعافى. Have you fully recovered from your illness? هل تعافيت تماما من اصابتك او من مرضك? relieved بمعنى مرتاح I'm so relieved to find you. انا مرتاح للغايه لايجادك. shocked بمعنى مصدوم We were shocked to see smoke pouring out of the roof. لقد كنا مصدومين لرؤيه الدخان يتدفق خارجا من السقف. suffer بمعنى يعاني It's terrible to see the children suffer. انه من المروع ان نرى الاطفال يعانون. Deep adjective بمعنى عميق منها adverb deeply بعمق. After 20 years of marriage, they're still deeply in love. بعد 20 سنه من الزواج ما يزالون يحبون بعضهم البعض بعمق. Operation بمعنى عمليه operate بمعنى يجري عمليه وهي الفعل منها The rescue operation has been complicated by bad weather عملية الإنقاذ تم تعقيدها بسبب الطقس السيء Worry بمعنى يقلق أو يقلق Worrying بمعنى مقلق وهي الأجكتف منها It's a very worrying situation إنه موقف مقلق للغاية حنيج الآن لمعاني ومضاد الكلمات باللغة الإنجليزية Anxiously ممكن تيجي بمعنى nervously بمعنى مثير للقلق او مقلق عكسها comfortably يعني مثير للراحه او مريح diary بمعنى notebook مفكره event بمعنى action حدث fill يملا بمعنى top up عكسها empty يفرغ hole بمعنى gap حفره او فجوه put off يؤجل بمعنى كلمه delay rapid بمعنى quick اي سريع عكسها كلمه slow بطيء reason بمعنى cause سبب عكسها result نتيجه recover يتعافى بمعنى كلمه heal يشفى relieved بمعنى مرتاح هي بمعنى كلمه comfortable ايضا مرتاح عكسها كلمه tired متعب shocked بمعنى مصدوم وهي بنفس معنى كلمة amazed مصدوم أو مندهش صفا بمعنى hurt يعاني أو يؤذي deep بمعنى fall down أي عميق deeply بمعنى thoroughly أي بشكل عميق أو بعمق operation بمعنى action worrying بمعنى disturbing worrying مقلق disturbing أيضا مقلق أو مشتت للانتباه أو مثير للقلق Activity 2 look at the picture in the passage answer the questions حنطلع على الصوره وبعدين نجاوب على الاسئله هذه هي الصوره اللي موجوده عندي زي ما احنا شايفين في عندي موجود عندي مكانين او جزئين للصوره في هذا الجزء زي ما احنا شايفين في عندي بنت وشكلها موجوده في المستشفى لانه هذه شكلها ممرضه في الجزء الثاني في عندي بنت وماسكه بنت صغيره ايضا شكلها موجوده في المنزل لانه في عندي بعض الالعاب نرجع الان لحل الاسئله 1. How have you met the woman on the right before? كيف التقيت بالمراه على اليمين من قبل؟ Yes, she is Jinan Rashidi. نعم هي اسمها جنان رشيدي. 2. Who might the woman on the left be? Who might the woman on the left be? You met her last year. من قد تكون المراه الاخرى؟ لقد التقيت بها العام الفائت. She is Samar Ramal. Summer: 3. What are the two women doing? ماذا تفعل الامرأتان؟ They are talking on the phone. نهما تتحدثان عبر الهاتف. 4. Where does each one seem to be? ما هو المكان الذي تبدو كل واحدة منهما انهما فيه؟ Summer is at a hospital. Summer في المستشفى. Jinan is in a house or flat. جنان في منزل او شقة. نيجي الآن القطعة An anxious day by جنان رشيدي An anxious day by جنان رشيدي يوم متعب أو يوم مقلق بواسطة جنان رشيدي حنيجي الآن نسمع للقطعة بعدين رح نيجي لحل الأسئلة نيجي نسمع Period 1 Activity 3 An anxious day by جنان Rashidi I first met Sama and Anas Ramal nearly a year ago When I was writing about patients at a Palestinian hospital, they had just become the proud parents of twins Dima and Walid. Since then, we have become good friends, and I have loved seeing the babies grow. But recently, Walid began having worrying problems. He was always exhausted and his heart often started beating rapidly for no reason everyone was shocked when medical tests showed that he was suffering from a dangerous condition that is often called a hole in the heart an operation was scheduled for next month. then came today this is my diary of the day's dramatic events oh eight fifteen. My phone rings. It is Sama. She tells me that someone else's operation has been put off and the doctors want to operate on Walid instead. The hospital wants them to go immediately. Their families do not live locally. So Sama asks if I am free and I ask how I can help. She wants me to look after Dima. 0845 i reach their apartment and they are about to leave. sama tells dima that i have come to play with her and she tells her to be good. then they go. the waiting begins. i fill the time with dima as best i can. we play a little. i feed her. we go out to the park. she cries. i tell her. That the others will be home soon. She sleeps. And all the time, I am anxiously wondering whether everything is all right at the hospital. 3 p.m. Summer finally calls. I quickly ask how the operation went. Perfectly, she says, and he's recovering well, but things were much more urgent than they thought. Today's operation saved his life. She sounds tired but deeply deeply relieved thank god for modern medicine she says quietly Nijil i first met sama and anas ramal nearly a year ago لقد التقيت when i was writing about patients at a palestinian hospital عندما كنت في مستشفى فلسطيني. They had just become the proud parents of twins ديما and وليد. لقد أصبحوا للتو الآباء الفخورين للتوأم ديما ووليد. Since then منذ ذلك الحين we have become good friends and I have loved seeing the babies grow. لقد أصبحوا أصدقاء رائعين ولقد كنت أحب مشاهدة الأطفال ينمون. But recently, ولكن مؤخراً, وليد began having worrying problems. وليد بدأ بإظهار مشاكل مقلقة. He was always exhausted and his heart often started beating rapidly for no reason. لقد كان دائماً متعب, exhausted, متعب, وقلبه عادةً يبدأ بالخفقان بسرعة بدون أي سبب. Everyone was shocked. when medical tests showed that he was suffering from a dangerous condition. الجميع صدم عندما الفحوصات الطبية أظهرت أنه يعاني من حالة خطيرة. that is often called a hole in the heart. والتي غالبا أو عادة تدعى ثقبا في القلب. An operation was scheduled for next month. تم تحديد موعد العملية الشهر المقبل. Then, came today وأتى اليوم This is my diary of the day's dramatic events هذه هي مذكرتي أو مفكرتي عن أحداث اليوم المثيرة Dramatic بمعنى مثيرة أو درامية 8.15 My phone rings الساعة 8 وربع هاتفي يرن It is summer إنها summer She tells me that someone else's operation has been put off and the doctors want to operate on Walid instead لقد اخبرتني ان عمليه شخص اخر تم تاجيلها والاطباء يريدون اجراء العمليه لوليد بدلا من ذلك the hospital wants them to go immediately المستشفى تريد منهم الذهاب حالا او بسرعه كبيره their families do not live locally عائلاتهم لا تعيش في المنطقه So Samar asks if I am free and I ask how I can help. لذلك سمر سالت هل انا متفرغه وانا سالت كيف استطيع المساعده. She wants me to look after Dima. انها تريد مني الاعتناء بديما. 8:45 في الساعه 8:45 دقيقه I reach the apartment and they are about to leave. لقد وصلت إلى شقتهم وهم على وشك المغادرة are about to يعني على وشك المغادرة سما tells ديما that I have come to play with her and she tells her to be good سمر تخبر ديما أنني أتيت للعب معها وأن عليها أن تكون جيدة then they go ثم ذهبوا the waiting begins الانتظار يبدأ I fill the time with Dima as best I can. لقد ملأت الوقت أو شغلت الوقت مع ديما بأفضل ما أستطيع. We play a little. لقد لعبنا لوقت قصير. I feed her. أطعمتها. We go out to the park. She cries. لقد ذهبنا للخارج إلى الحديقة وهي تبكي. I tell her that the others will be home soon. أخبرتها أن الجميع سوف يكونون في المنزل قريباً. she sleeps لقد نامت and all the time I am anxiously wondering whether everything is all right at the hospital وطوال الوقت لقد كنت أتساءل بقلق إذا كانت جميع الأمور على ما يرام في المستشفى 3 يعني الساعة 3 Summer finally calls Summer تتصل أخيرا I quickly ask how the operation went لقد سألت بسرعة كيف جرت العملية perfectly she says بشكل رائع أو بشكل تام أو بشكل ممتاز قالت سمر and he is recovering well وهو يتعافى بشكل جيد but things were much more urgent than they thought ولكن الأمور كانت مستعجلة بشكل أكبر مما ظنوا أو توقعوا Today's operation saved Today's operation saved his life. عملية اليوم أنقذت حياته. She sounds tired but deeply, deeply relieved. تبدو متعبة للغاية ولكنها مرتاحة بشكل عميق للغاية. Thank God for modern medicine. She says quietly. لقد تمتمت بهدوء. شكراً لله على الطب الحديث. Activity 3: listen and do the tasks. 2 say why the people on the left of the picture are where they are قل لماذا الناس في الصوره على اليسار في المكان الذين هم فيه they are at the hospital because their son Walid is having an emergency operation هم في المستشفى لان ابنهم وليد يجري عمليه طارئه 3 read the heading say whether this anxious day seems to be ending well or badly It seems to be ending well. (إقرأ العنوان)، هل العنوان يدل على نهاية جيدة أو سيئة؟) It seems to be ending well (إنه يبدو أنها نهاية جيدة). Read and complete the notes. 1. The problem Waleed has (المشكلة اللي كانت عند وليد) A hole in the heart (ثقب في القلب). 2. The operation Waleed needs (العملية التي يحتاجها وليد) Heart operation (عملية قلب). 3. The help Jinan can offer المساعدة التي تستطيع تقديمها جنان Looking after ديما الاعتناء بديما 4. The result of the operation نتيجة العملية It saved his life لقد أنقذت حياته Period 2 Activity 1 Add new words from period 1 1. Great, you managed to get here in time for the wedding عظيم لقد نجحت بالوصول إلى هنا في الوقت المحدد من أجل الزفاف It's because I wrote it down on my diary إنه بسبب أني كتبتها في مفكرتي I always forget things if I don't أنا دائما أنسى الأشياء إذا لم أفعل 2- Summer and Anas become deeply worried about Walid and the operation that he needed Summer وأنس أصبحوا قلقين بشكل عميق أو بشكل كبير حول وليد والعملية التي يحتاجها. Yes, and it was very anxious time for their families too. نعم ولقد كان وقتا مقلقا لعوائلهم أيضا. 3. Everyone is very relieved that the operation went so well yesterday. الجميع مرتاح لأن العملية جرت بشكل جيد البارحة. And I hear that he is recovering fast, so maybe we can visit him tomorrow. ولقد سمعت أنه يتعافى بشكل سريع لذا من الممكن أن نزوره غدا Activity 2 Read and Complete the Summary حنقرأ أو التلخيص بكلمات من عنا Recent medical tests showed that the reason for Walid's problem was a hole in the heart الفحوصات الطبية الأخيرة أشارت أو أظهرت أن السبب لمشاكل وليد هو ثقب في القلب No one had thought that he was suffering from this and so the Ramal family were very shocked to hear the news. لا أحد توقع أو فكر أنه قد يعاني من هذه المشكلة. لذلك عائلة الرمال كانت مصدومة لسماع الأخبار. It was a very difficult time for them as they waited anxiously for the operation. لقد كان وقتا صعبا عليهم صعبا للغاية بينما كانوا ينتظرون بقلق حتى موعد العمليه. That all suddenly changed with the various dramatic events for today. ذلك تغير فجاه للاحداث المثيره المختلفه التي حدثت اليوم. It started when another operation was put off. لقد بدات عندما عمليه اخرى تم تاجيلها. As a result, كنتيجة، the doctors decided to fill their work schedule instead with the operation that Walid needed. كنتيجة لذلك، الأطباء قرروا أن يملأوا جدول عملهم بدلاً من تلك العملية، بعملية وليد التي يحتاجها. To make this happen، لجعل ذلك يحدث، the hospital had to act rapidly and they quickly called the Ramal family. المستشفى يجب أن تتصرف بسرعة، وسريعا اتصلوا بعائلة الرمال they explained that their medical team wanted to operate immediately and called them to the hospital لقد وضحوا او شرحوا ان فريقهم الطبي يحتاج لاجراء العمليه بسرعه وقاموا بدعوتهم للحضور الى المستشفى activity 3 read the passage again and answer the questions هنقرا القطعه مره تانية ونجاوب على الاسئله 1 How did Jinan first meet Samar and Anas? كيف التقت جنان لأول مرة بسمر وأنس؟ She first met them when she was writing about patients at a Palestinian hospital. لقد التقت بهم لأول مرة عندما كانت تكتب عن مرضى في مستشفى فلسطينية. 2. What health problems did Walid start having recently? ما هي المشاكل الصحية التي بدأ وليد بالمعاناة منها مؤخراً؟ He was always exhausted and his heart started beating rapidly for no reason. لقد بدأ أن يكون متعبا بشكل اعتيادي وقلبه بدأ بالخفقان بشكل سريع بدون أي سبب. 3. When did Summer and Anas expect the operation to happen؟ متى توقعت Summer وانس للعملية أن تحدث؟ They expected it to happen next month. لقد توقعوا أن تحدث الشهر المقبل. 4. Why did it become possible for the doctors to operate today? لماذا أصبح من الممكن على الاطباء ان يقوموا بالعمليه اليوم؟ Because someone else's operation was put off. لان عمليه شخص اخر تم تاجيلها. 5. Why did Sama ask for Jinan's help instead of her family's or her husband's? لماذا سالت سمر مساعده جنان او طلبت منها المساعده بدلا من عائلتها أو عائلة زوجها The families do not live locally عائلاتهم لا تعيش في المنطقة 6. What did Jinan do to keep Dima happy and busy? ماذا فعلت جنان لتبقي ديما سعيدة ومشغولة؟ She played with her لعبت معها She fed her أطعمتها She went to the park with her and she told her that the others would be home soon لقد ذهبت إلى الحديقة معها وأخبرتها أن الجميع سوف يكونون هنا قريبًا. 7. About how long did this go on before Summer's call from the hospital؟ لكم من الوقت دام ذلك حتى اتصلت سمر من المستشفى؟ For about 6 hours لمدة ست ساعات. 8. Why was it so important for the operation to happen today and not next month? لماذا كان من المهم أن تحدث العملية اليوم وليس الشهر المقبل؟ Because his condition was more serious than they thought. لأن حالته كانت جادة أو خطيرة أكثر مما اعتقدوا. Period 3 activity 1 read the examples. Period 3 تتكلم عن reported speech يعني الكلام المنقول. إحنا أخذنا الكلام المنقول قبل هيك والآن راح نضيف بعض المعلومات الإضافية. نيجي نشوف المثال الأول. أنجنان has come to play with you سمر tells ديما لاحظوا أنه الكلام محطوط بين علامتين تنصيص يعني الكلام منقول كما هو يعني هذا مش كلام منقول هذا الكلام لنحكى زي ما هو بالضبط سمر تيلز ديما سمر تيلز ديما يعني سمر بتحكي لديما لاحظوا كيف راح نحوله لكلام منقول في المثال الثاني سمر تيلز ديما that I have come to play with her سمر تخبر ديما that I أنا يعني جنان أتيت لألعب معها. فإحنا بنعرف إنه اللي بيحكي في هذه الجملة هي جنان. جنان بتنقل عن سمر الكلام اللي حكته لديما، فبتحكي إنه سمر أخبرت ديما أو تخبر ديما أنني أنا أتيت لألعب معها. هذا هو الريبورتد سبيتش، بننقل الكلام من شخص لآخر. نيجي للقاعدة الأولى. When we report statements, requests, and questions, we often change words. لما بنعمل reported speech أو بننقل الكلام إحنا غالبا بنغير الكلمات لأنه في المثال الأول عن جنان صارت I في المثال الثاني لأنه جنان هي اللي بتحكي عن حالها وهي اللي بتنقل كلام سمر لديما فبالتالي استخدمنا الضمير I لأنه هي المتكلم بينما في الأول ما كانتش هي اللي بتتكلم كانت سمر بتحكي لديما عنها فبالتالي إحنا بنغير بعض الكلمات دائما For example you in example one changes to here يعني بدل كلمة you لما سمر بتحكي لديما انت ولما جنان اجت تكلم عنها استخدمت here هي two in reported requests like example 4 polite requests forms like can you disappear نيجي الآن للمثال الثالث اللي هو عبارة عن request could you look after ديما she asks me هل تستطيعين الاعتناء بديما لقد طلبت مني هنيجي الآن نعرف كيف بنحول هذه الجملة لـ سبيتش speech بتصير في المثال الرابع Summer wants me to look after Dima لاحظوا شلت could you حطيت الفاعل اللي هو Summer wants me تريد مني to look after Dima أن أعتني بديما فبنستخدم هذه الصيغة اللي هي wants me to لما يكون في عندي طلب أو request وبنحذف بداية الطلب اللي هو could you. 3 القاعدة الثالثة اللي موجودة عندي تحت. Instead we use reporting forms like want, ask, tell, would like someone plus an infinitive. يعني بدل ما بيكون في عندي في الجملة could you أو can you بنستخدم هذه الأفعال مع infinitive يعني الأفعال في التصريف الأول اللي هي الأفعال want, ask, tell, would like, someone وبعديها بيجي الفعل 4. In reported yes or no question, we add if or whether after the reporting verb. لما بدنا ننقل كلام عبارة عن yes or no question يعني سؤال إجابته إما بنعم أو بلا لازم نضيف if أو whether after the reporting verb بعد الفعل اللي بدنا ننقله بنحط if أو whether نيجي ناخد مثال المثال الخامس Are you free? Summer asks me هل أنت متفرغة؟ كيف بدنا نعملها reported speech بتصير summer asks if or whether I am free summer تسأل إذا كنت متفرغة لاحظوا إيش سوينا حطينا if or whether بعد الفعل ask فبعد الفعل بنحط if or whether بمعنى لو أو إذا كنت متفرغة القاعدة الخامسة The word order also changes Are you free? In example 5 Changes to the statement form ask if I am free يعني بدل ما هي الجملة كانت في المثال الخامس are you free يعني عبارة عن سؤال اتغيرت في المثال السادس لما عملناها reported speech بتصير I am مش am I لأنها عبارة عن جملة مش سؤال فبالتالي لما بدنا ننقل أو نعمل reported speech لا yes or no question بنحط if أو whether هذه أول إشي بعد الفعل المنقول تاني حاجة لازم نغير ترتيب الـ helping verb والفاعل بحيث انه تصير عبارة عن جملة وليست سؤال يعني السؤال ببطل سؤال بصير عبارة عن جملة وبنبدل بين الفعل المساعد والفاعل عشان تصير عبارة عن جملة 6. In WH questions the word order usually changes to the statement form and so verb do does did is not kept as in example 7 to 8 and 9 To في الأمثلة اللي بتكون عبارة عن WH question زي المثال السابع When does the hospital want you to go? I wonder عشان نحولها لريبورتد سبيتش بنحكي I wonder بعدها بنحط أداة السؤال when بعديها الفعل المساعد اللي موجود في السؤال بنمحيه وبنخلي الجملة عادية زي ما هي when the hospital wants them to go زي ما احنا لاحظنا فبالتالي احنا ما بنحتفظ بالفعل المساعد does وبنلغي نيجي ناخد مثال تاني مثال التاسع how did it go I ask كيف صار الأمر لقد سألت I ask how أداة السؤال بعديها did لأنها فعل مساعد راح نحذفها ونخلي الجملة زي ما هي it went لاحظوا انه غيرنا الفعل من جو لوينت لانه زمن الجملة في الماضي. بس لانه احنا الجملة الاولانية كانت عندي سؤال وموجودة did في السؤال، فالفعل جو كان في التصريف الاول لانه موجود عندي did. بينفعش الفعل جو يكون في التصريف الثاني في السؤال. بينما لما انا حولته لجملة، فبالتالي بدي ارجع الفعل للتصريف الثاني لاني حذفت did. Activity 2: give the reported speech forms of the following. 1 حنجيب صيغة الريبورتد سبيتش للجمل التالية 1 On has come to play with you ديما سمر سيز سمر بتحكي لديما انه On اتت للعب معك سمر سيز that I have come to play with ديما سمر قالت انني اتيت للعب مع ديما 2 Could you please come immediately the hospital ask سمر هل تستطيعين المجيء بسرعة المستشفى سألت سمر كيف راح تصير الجملة؟ طبعا الجملة ها محلولة بشكل خاطئ بما انه في عندي request وبدايته بكود could you فحنحذف could you راح نبدا الجملة the hospital اسك سمر المستشفى تسأل سمر ايش حكينا بيجي بعديها؟ بيجي بعديها فعل اما want اما ask الافعال هذه the hospital اسك summer to come immediately لتأتي بسرعة حطينا بعدها الانفينيتيف اللي هو to come زي ما حكينا في القاعدة بيجي أول حاجة عندي الفعل إما بيكون ask أو want بعدها بيجي عندي object المفعول به بعدها بيجي عندي الفعل بصيغة الانفينيتيف اللي هي to زائد الفعل في التصريف الأساسي 3. How did the operation go? I ask كيف صارت العملية لقد سألت زي ما بنلاحظ بما انه في عندي دبليو اتش كويشن قلنا بنبدا الجمله بالفاعل والفعل بعديها اداه السؤال بعديها بنحذف الفعل المساعد سواء داز او دو او هاف او هاز الى اخره هنا عندي الفعل المساعد هو ديد فحنحذفه وحنخلي الجمله زي ما هي ولكن لازم ننتبه انه نرجع الفعل جو للتصريف الماضي لانه الجمله في الماضي فبتصير الجمله I ask how the operation went أنا أسأل كيف صارت العملية طبعا الأفضل نحكي I asked لقد سألت كيف صارت العملية 4. Is everything all right at the hospital? هل كل شيء على ما يرام في المستشفى? I am wondering أنا أتساءل بما أنه هذا yes or no question فبالتالي لازم نضيف يا إما if يا إما whether بعد فعل الريبورتد سبيتش فبنبدا الجمله I am wondering انا اتساءل او I was wondering انا كنت اتساءل if طبعا راح نحط if او whether بعد الفعل اللي هو wondering if everything is all right at the hospital اذا كل شيء على ما يرام في المستشفى طبعا قلنا انه بنبدل بين الفعل المساعد والفاعل ليش لانه انا حولتها لجمله مش لسؤال ففي الجملة بيكون الفاعل بالأول مش الفعل المساعد في السؤال فبالتالي السؤال بالأول أنا نقلته على شكل جملة فلازم ننتبه أنه بنبدل بين الفاعل والفعل المساعد Activity 3 Put these statements, requests and questions into reported speech بنفس الطريقة رح نعمل هذه الجمل نيجي للجملة الثانية I can't send you my latest story today جنان tells her editor سيرينا نورث جنان بتحكي للمحررة تبعتها سيرينا نورث بتقولها أنا لا أستطيع إرسال أخباري أو قصتي الأخيرة أو أحدث قصصي اليوم كيف بدنا ننقل هذه الجملة؟ كيف بدنا ننقل هذه الجملة؟ الجملة بتصير جنان tells her editor سيرينا نورث that طبعا نقدر نحط that أو ما نحطها ذات she can't send her her latest story today. يعني هي لا تستطيع أن ترسل لها قصتها الأخيرة اليوم. راح أرجع أعيد الجملة عشان تكتبوها معايا. جنان tells her editor Serena North يعني الجزء الأخير من الجملة بضل زي ما هو that she can't send her her latest story today يعني هي لا تستطيع أن ترسل لسيرينا هير latest story today يعني يعني قصتها الأخيرة اليوم 3 Well could you send it later سيرينا asks جنان سيرينا بتسأل جنان أو تطلب من جنان Could you send it later بما أنه طلب أو request فبالتالي إحنا راح نضيف يا أما الفعل ask يا أما الفعل want أي فعل بدنا إياه بدول على الطلب وراح نحذف بداية السؤال اللي هو could you فبتصير الجملة سيرينا asks جنان سيرينا تسأل جنان to send it later أن ترسلها في وقت لاحق بكل بساطة حطينا to زائد الفعل اللي هو infinitive الفعل في التصريف الأول وكملنا باقي الجملة زي ما هي الجملة الرابعة Are you all ready to go? هل أنتم جميعا جاهزون للذهاب؟ جنان asks Anas and Sama when she arrives. كيف راح تصير الجملة؟ بما إنه في عندي yes or no question بيبدأ ب are فبالتالي أنا هستخدم if أو whether بعد الفعل بعديها راح نبدل بين الفعل المساعد والفاعل الفاعل عندي هو you طبعا يو بتعود على انس وسمر يعني على اثنين مش واحد فلما بدنا نبدلها راح تصير في الريبورتد سبيتش عبارة عن ذي لأنهم جمع فبتصير الجملة جنان asks انس and سمر when she arrives جنان تسأل انس وسمر عندما تأتي if they are all ready to go إذا كانوا جميعا جاهزين للذهاب if they are all ready to go لاحظوا انه they are بدلناها بدل ما كانت في السؤال are you بتصير they are لانه you هنا بتعود على سمر وانس فبالتالي هم جمع فبتصير they وطبعا ما بنفع انه ما نبدلها لانه كانت سؤال في الاول بعدها احنا حولناها لجملة الجملة الخامسة what do I need to do about lunch for Dima جنان ask summer جنان تسأل سمر إيش راح أسوي بالنسبة للغداء لديما؟ طبعا بما إنه دبليو اتش كوستشن راح نحذف الفعل المساعد اللي هو دو ونكمل باقي الجملة ولكن بشكل طبيعي. جنان أسك سمر جنان تسأل سمر What she needs to do about her lunch ماذا يجب أن تفعل حول غدائها؟ حطينا كلمة شي بدل جنان وحطينا الفعل needs لأنه شي بتاخد needs بينما كانت في السؤال I فما حطينا does ولا حطينا needs بينما في statement reported speech في الكلام المنقول أجت عندي شي وشي بتاخد is ولما يكون في عندي شي الفعل بياخد is فحطينا she needs 6 Is it all right for me to take Dima to the park? جنان asks Summer. هل من الجيد لي أخذ ديما إلى الحديقة? جنان تسأل سمر ايضا بما انه يس سؤال نو كويستشن فهنستعمل اف جنان اسك سما اف ات از اور رايت هير تو تيك ديما تو ذا وبنكمل باقي الجمله كما هو 7 هاو لونج دو يو ثينك ذا اوبريشن ويل تيك سمر اسكس دكتور انور سمر اسكس دكتور أنوار هاو هي ثينكس ذا اوبريشن تيك كم المدة التي هو يعتقد أن العملية سوف تستغرقها حطينا هي بدل دكتور أنور وحطينا ثينكس لأنه الفاعل مفرد وبالتالي لازم يأخذ s إيت I really won't know for sure until we start دكتور أنور replies دكتور أنور برد إنه مش هيعرف غير لما يبدوا في العملية دكتور أنور ريبلايز that he really won't know for sure until they start دكتور انور يرد انه لن يعرف بالضبط حتى يبداوا في العمليه activity 1 listen and repeat حنسمع الكلمات اللي موجوده عندنا بعديها راح نيجي للشرح نيجي نسمع period 4 activity 1 basic bend bionic brain care College Connect High Tech Point Out Ramp Wheelchair Whereas Word Formation Develop Development Discover Discovery Invent invention نيجي الآن لشرح الكلمات basic بمعنى أساسي they lack basic foodstuffs such as bread and milk إنهم يفتقدون للمعدات أو للأشياء الرئيسية such as bread and milk كالخبز والحليب bent بمعنى ينحني I bent down and picked up the coins لقد انحنيت للأسفل والتقطت القطع النقدية bionic بمعنى آلي a bionic arm or leg ذراع أو قدم آلية. brain بمعنى دماغ the accident left him with permanent brain damage الحادث تركه بإصابة أو بتلف دائم في الدماغ. care بمعنى رعاية babies need constant care الأطفال الصغار المواليد يحتاجون لرعاية دائمة. college بمعنى كلية I studied Modern European History at college. لقد درست التاريخ الأوروبي الحديث في الجامعة. Connect بمعنى يوصل أو يربط. Most villages in the highlands are now connected by roads. معظم القرى في الأراضي المرتفعة مرتبطة الآن بواسطة الطرق. High tech عالي التقنية. This weapons system is an affordable high tech solution. نظام الأسلحة الحديث هو حل مقبول وعالي التقنية. (point out) بمعنى يوضح أو يشير I pointed out that Denise is afraid of heights لقد وضحت أو أشرت إلى أن دينيس تخاف من المرتفعات. (Ramp) بمعنى رصيف مائل وبنعمله عشان الأشخاص ذوي الإعاقة عشان يقدروا يستخدموا الطرقات فبنعمل حاجة اسمها (Ramp) عشان يطلعوا بالكرسي المتحرك عليها I pushed the wheelchair up the ramp and into the supermarket لقد دفعت الكرسي المتحرك فوق الرصيف المائل فوق الرام، إلى السوبرماركت wheelchair كرسي متحرك he spent the last 10 years of his life in a wheelchair لقد قضى آخر عشر سنين من حياته على كرسي متحرك whereas بينما Your hair has a natural wave whereas mine's just straight and boring. شعرك لديه تموج طبيعي بينما الخاص بي فقط ناعم وممل. develop بمعنى يطور الاسم منها development تطوير. healthy growth and development النمو والتطور الصحي. discover فعل بمعنى يكتشف. منها discovery اللي هي النون بمعنى اكتشاف ليوناردو made many scientific discoveries ليوناردو قام بالعديد من الاكتشافات العلمية invent بمعنى يخترع منها invention اختراع the world changed rapidly after the invention of the telephone العالم تغير بسرعة بعد اختراع الهاتف هنيجي الآن لمعاني ومضاد الكلمات باللغة الإنجليزية كلمة basic بمعنى main أو essential بمعنى أساسي عكسها كلمة إكسترا أو additional بمعنى إضافي. كلمة bionic بمعنى روبوت آلي brain دماغ بمعنى مايند كير بمعنى concern رعاية عكسها كلمة ignorance التجاهل college بمعنى university جامعة Connect بمعنى لينك أو كومباين يوصل عكسها ديسكونكت بمعنى يفصل أو يلغي الاتصال هاي تيك بمعنى كومبلكس معقد عكسها كلمة سيمبل بسيط بوينت أوت بمعنى ريفيل يكشف وعكسها كلمة هايد بمعنى يخفي رامب بمعنى سلوب أي ميلان Whereas بمعنى while بينما حنيجي الآن لشرح القطعة طبعا القطعة بتتكلم عن عدة أشخاص أو عدة صور موجودة عندي في الصفحة المقابلة بعد ما نتكلم عن القطعة رح نيجي نشوف الصور اللي بتتكلم عنها القطعة قطعة بعنوان The Wonders of Modern Medicine by جنان رشيدي عجائب الطب الحديث بواسطة جنان رشيدي 1. When I reported Walid's operation عندما تحدثت أو أذعت عملية وليد، Lots of you say that you wanted to read more about medicine. العديد منكم قال انه يريد القراءة عن الطب. So I met Dr. Mark Way of the London Medical College. لذلك قابلت الدكتور مارك من كلية لندن الطبية. We talked about various new inventions and discoveries. The speed of development is huge, he said. لقد تكلمنا عن الاختراعات المتنوعة الجديدة والاكتشافات. سرعة التطور كبيرة للغاية، he said، لقد قال، and he added that it would continue in every area، ولقد أضاف أنها سوف تستمر في كل مجال، including new medical operations and powerful new medicines، بما يتضمن عمليات طبية جديدة وأدوية جديدة وقوية، and he pointed out وكشف It isn't just high tech developments إنها ليست اكتشافات عالية التقنية أو تطويرات عالية التقنية There's also much better basic health care around the world هناك عناية صحية أساسية أفضل حول العالم That mean he said ذلك يعني That people were living longer healthier lives than their parents and grandparents had lived أن الناس سوف يعيشون لمدة أطول وبشكل صحي أكثر مما عاش آباؤهم وأجدادهم Then we talked about disabled people ثم تحدثنا عن الأطفال المعاقين Dr. Way said that they had accepted their disabilities in the past Dr. Way قال أنهم تقبلوا إعاقاتهم في الماضي Whereas some could now recover بينما بعضهم الآن من الممكن أن يتعافى For example, medical science was helping people to hear and see again. العلم الطبي كان يساعد الناس ليستطيعوا السماع والرؤية مجدداً. But can doctors do the same for all disabled people? I asked. ولكن هل يستطيع الأطباء فعل المثل لجميع الإعاقات أو لجميع الناس الذين لديهم إعاقات؟ Sadly, no. للأسف لا. At least not yet. على الأقل ليس بعد. (he replied) لقد أجاب. "But here's another important point: ولكن هذه نقطة أخرى مهمة. Disabled people today are being helped to live like everyone else. الأشخاص المعاقون اليوم يتم مساعدتهم ليعيشوا مثل أي شخص آخر أو مثل الجميع. For example، على سبيل المثال، Many modern buildings have special ramps for people in wheelchairs. العديد من الأبنية الحديثة لديها ramps يعني مصاطب مائلة للأشخاص الذين يمشون على كرسي متحرك. Wheelchairs كراسي متحركة. We discussed the new artificial legs that some disabled athletes had recently started using and was agreed that they were fantastic. لقد ناقشنا الأرجل الاصطناعية الجديدة التي استخدمها بعض الرياضيين مؤخرًا واتفقنا أنها رائعة للغاية. (But, he said, ولكن قال: "at our center في مركزنا, we are more interested in new body parts that connected with our brains." نحن مهتمون بأجزاء جديدة للجسم التي ترتبط مع العقل. This was news to me. ذلك كان شيئًا جديدًا لي. So I asked Dr. Wei to tell me more. لذلك سألت Dr. Wei أن يخبرني أكثر. He explained that if someone lost an arm in an accident, لقد وضح أنه إذا شخص ما فقد ذراعًا في حادث، they were now able to provide a new bionic arm. إنهم الآن قادرون أن يزودوه بذراع آلية جديدة. It looked bent and turned like a normal arm he said انها تبدو وتنحني و وتتحرك مثل ذراع طبيعيه and it could understand messages from the brain that made it move وتستطيع فهم الرسائل من الدماغ التي تستطيع جعلها تتحرك so the big point is this he said لذلك النقطه المهمه هي in the past Disabled people couldn't live normal lives. في الماضي الأشخاص المعاقون لم يستطيعوا عيش حياة طبيعية. Whereas today more and more can and do. بينما اليوم الكثير والكثير منهم يستطيع ويقوم بالفعل. نيجي الآن لحل الأسئلة. Activity 2: Look at the first picture in the passage and do the tasks. 1. Say who the woman in the picture is. she is جنان رشيدي جنان رشيدي هي الموجودة في الصورة 2. Say what do you think she is doing قل ماذا تظن أنها تفعل she is probably interviewing a doctor هي من المحتمل أنها تقوم بمحاورة دكتور activity 4. Read and do the tasks 1. Say what you already know about جنان رشيدي قل ماذا تعرف عن جنان رشيدي she is a magazine reporter هي عبارة عن كاتب التقارير لمجلة She is interviewing people in Palestine and writing articles for her magazine. هي تحاور الناس في فلسطين وتكتب مقالات لمجلتها. 2. Number the pictures 1 to 6 in the order that you read about them. حنرتب بالصور من 1 ل 6 بالترتيب اللي احنا سمعناه في القطعه. زي ما احنا شايفين السؤال محلول امامي. 5. Read and answer the questions. 1. Why did Jinan Rashidi contact Dr. Wei? لماذا اتصلت أو تواصلت جنان مع Dr. Wei؟ Because lots of her readers said they wanted to read more about medicine. لأن الكثير من قرائها أرادوا قالوا أنهم يريدون القراءة أو المعرفة بشكل أكبر عن الطب. 2. What was Dr. Wei's general point about new developments in medicine? ماذا كانت نقطة دكتور وي العامة عن التطورات الجديدة في الطب The speed of development is huge سرعة التطورات كبيرة للغاية 3. What was his general point about modern care for people and with disabilities ما هي كانت الفكرة العامة عن العناية الحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة طبعاً الإجابة موجودة عندي هان: "disabled people today are being helped to live like everyone else" الناس ذوي الإعاقة اليوم يتم مساعدتهم ليعيشوا مثل أي شخص آخر. 4، which area of help for disabled people did he seem to be most interested in؟ أي المناطق أو أي المجالات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة يبدو أنه مهتم بشكل كبير بها he most interested in body parts that can connect with our brains. هو مهتم بشكل كبير بأجزاء الجسم التي يمكن أن ترتبط مع الدماغ. Period 5 Activity 1 Replace with new words from period 4. هنجيب معاني الكلمات اللي محطوط عليها خط 1 but معناها لكن طبعا ممكن تيجي بمعنى where as بينما 2 finding اكتشاف طبعا عندي كلمة discovery اكتشاف أيضا 3 an introduction to مقدمة لي basic أساسي 4 chair with wheels كرسي مع عجلات wheel chair كرسي متحرك 5 joins بمعنى connects يربط activity 2 add other new words from period 4 make any changes needed 1 this coffee machine is a fantastic new invention آلة القهوة هذه هي اختراع جديد رائع Is it? هل هي كذلك? Let me just point out that the coffee it produces is horrible دعني أشير أن القهوة التي تنتجها هي مروعة Two, I hear we are working on the development of a new factory robot arm لقد سمعت أننا نعمل على تطوير ذراع آلية جديدة للمصنع Yes, it's going to be very flexible because it can bend in five directions. نعم إنها سوف تكون مرنة للغاية لأنها تستطيع الإنحناء في خمس اتجاهات. 3 After his accident, Tim was in the care of a medical team who work a lot on artificial body parts, and they gave him a high-tech artificial arm. بعد الحادث. تيم كان في العناية من قبل فريق طبي الذي يعمل بشكل كبير على الأذرع أو الأجزاء الاصطناعية وهم قاموا بإعطائه ذراع اصطناعية عالية التقنية Yes and so now everyone calls him the bionic man نعم والآن الجميع يطلقون عليه اسم الرجل الآلي 4. John is disabled so he won't be able to study at the local college جون من ذوي الإعاقة، لذلك هو لن يستطيع أن يدرس في الجامعة المحلية. Why not؟ لماذا لا؟ There is nothing wrong with his brain. ليس هنالك عيب في دماغه. Yes, but in his wheelchair he won't be able to get up and down all the stairs. نعم، ولكن مع كرسيه المتحرك، هو لن يستطيع أن يصعد وينزل كل تلك الأدراج. But again, why not? ولكن مجددا لماذا لا there are ramps everywhere for people like him هنالك دائما اجزاء منحنيه او مائله للاشخاص الذين هم مثله activity 3 read the passage again and do the tasks 1 say what the underlined words refer to حنحكي ايش بتعود هذه الكلمات 1 no it is the answer to the question اللي اجابه على السؤال 2 they عمين بتعود they doctors at the center الأطباء في المركز Now say what these phrases mean هنحكي إيش بتعني هذه المصطلحات One News to me معناها إشي جديد بالنسبة لي Something I hadn't heard before شيء لم أسمعه من قبل Two So the big point is this The big point يعني the most important thing أهم شيء Activity 4 Read the passage again and complete the notes هنقرأ القطعة مرة تانية ونكمل الملاحظات Huge developments in every area of medicine For example تطورات كبيرة في كل مجال من الطب على سبيل المثال 1. New types of medical operations أنواع جديدة من العناية أو العمليات الطبية 2. New kinds of medicines أنواع جديدة من الأدوية 3. Better health care عناية صحية أفضل. 4. New Help for Disabled People مساعدة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة. Examples of Modern Help for Disabled People أمثلة على المساعدة الحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة: 1 Helping people to Live Like Everyone Else مساعدة الناس للعيش مثل الآخرين. 2 putting ramps in buildings for people in wheelchairs وضع الممرات المائلة في الأبنية للأشخاص بالكراسي المتحركة all of these changes help disabled people to live normal lives كل هذه التغييرات تساعد الناس ذوي الإعاقة على عيش حياة طبيعية period 6 activity 1 write noun verb a adjective after the correct words هنحكي إيش هو البارت of speech او اجزاء الكلام الخاصه بكل كلمه من هذه الكلمه زي ما احنا شايفين السؤال محلول امامي فانا راح اسيبكم تطلعوا على الحل Period 6 Activity 2 Use pairs from Activity 1 to complete the following Make any changes needed هنستخدم أزواج من الكلمات من Activity 1 عشان نكمل هذه الفراغات حسب المعنى 1. Modern medicine is helping people to live longer and medical science is bringing us new discoveries all the time الطب الحديث يساعد الناس ليعيشوا بشكل أطول والعلم الطبي ينتج أو يحضر لنا اكتشافات جديدة طوال الوقت. 2. ماجدة is quite disabled because she can't walk very well. So she is going to see Dr. بدوي. ماجدة تقريبًا أو بشكل كامل من ذوي الإعاقة لأنها لا تستطيع المشي بشكل جيد. لذا هي ذهبت لرؤية دكتور بدوي. He helps children with all kinds of different disabilities. ويساعد الأطفال بجميع الأنواع المختلفة للإعاقات. 3. It's very important for children to grow up fit and healthy إنه من المهم للأطفال أن ينمو بشكل صحي وسليم. And at school the health of every child is checked each year. وفي المدرسة صحة الأطفال يتم فحصها كل عام. 4. The Currys discovered radium and it was a discovery that saves many lives. عائلة كاري اكتشفت الراديوم وكان اكتشاف حمى أو حفظ ألواح كثيرة. 5. No one knows who invented the wheel لا أحد يعلم من اكتشف العجلة، but it was one of the most important inventions of all time. ولكنه كان واحدة من أهم الاكتشافات في جميع الأوقات. 6. The Great Pyramids were one of the seven wonders of the ancient world, and they are still wonderful to look at thousands of years later. الأهرامات العظيمة كانت واحدة من عجائب الدنيا القديمة، وما زالت رائعة أو من الرائع النظر إليها بعد آلاف السنين أيضا. 7. How many operations do the doctors do every week؟ كم عدد؟ العمليات التي يجريها الأطباء كل أسبوع a lot الكثير they operate from 10 till after 6 most days إنهم يجرون العمليات من الساعة العاشرة حتى السادسة في معظم الأيام 8 are there any big new scientific developments that are going on at the moment هل هناك تطويرات علمية جديدة كبيرة التي تتم في هذه اللحظة والتي يتم عملها في هذه اللحظة؟ Yes, for example, they are developing a new artificial heart in Canada. إنهم يطورون قلب اصطناعي جديد في كندا. Period 7 Period 7 بتتكلم عن تكملة للريبورتد سبيتش اللي بدأناه في بداية الوحدة. نيجي للقواعد مباشرة. 1 In reported speech, the reporting verb is often in the past. في الريبورتد سبيتش في الكلام المنقول الفعل دائما او غالبا بيكون في الزمن الماضي لانه انا بدي انقل حاجه انقالت قبل هيك فالحاجه هذه حتكون اكيد في الزمن الماضي فدائما بنستخدم الافعال said agreed told me مثلا فدائما الافعال بتكون بالزمن الماضي 2- if the reporting verb is in the past the verb tense of the reported speech usually changes إذا كان الفعل نفسه تبع الريبورتد سبيتش كان في الزمن الماضي فإحنا غالبا حنغيره 3. When it changes it moves one tense into the past يعني لما نغير الفعل بنرجعه زمن للماضي For example Art changes to wear in example 1 to 2 يعني في المثال الأول المثال عندي They are fantastic إيش صارت عندي في الريبورتد سبيتش they were fantastic لقد كانوا رائعين فبالتالي رجعنا كلمة ار زمن في الماضي فبالتالي بدل ار فانتستك وير فانتستك فكل الأزمنة بنرجعها زمن معين في الماضي طب إذا كانت هي أساسا في الماضي يعني إذا كان الفعل نفسه في الماضي زي الفعل في المثال السابع they accepted their disabilities يعني هم قبلوا إعاقتهم كيف بدنا نحوله للماضي إذا هو في الماضي عندي هان خيارين إما بقى للماضي أو إما بحوله للباست بيرفكت يعني الباست بصير باست بيرفكت هاد أكسبتد طيب إذا كان الفعل عندي هو عبارة عن مودل فيرب زي will will بتصير وود إذا كان 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 بتصير كود وطبعا هاف بتتحول للماضي بتصير هاد فدائما إحنا لما بدنا ننقل الكلام بنحول الكلام أو صيغة الكلام اللي بدنا ننقله للزمن الماضي إذا كان في المضارع وإذا كان في الزمن الماضي بنخليه في الزمن الماضي التام هذه الأمثلة الموجودة عندنا زي ما حكينا المثال الأول they are fantastic حولناها we agreed that they were fantastic لقد كانوا رائعين لاحظوا إنه الفعل agreed في الزمن الماضي الجملة الثالثة science is helping people he said لقد قال أن العلم يساعد الناس راح نحكي هي سيد راح نبدا فيها الجمله بعدين راح نحكي ذات طبعا ذات ممكن نضيفها وممكن لا يعني ممكن نحذفها مش ضروريه في الجمله بعدين راح نبدا في الجمله ساينس از هيلبينج راح تصير واز هيلبينج is helping لانها present continuous راح تصير was helping past continuous بعد كلمه people زي ما هي he said that science was helping people الجملة الخامسة It looks like a normal arm He said إنها تبدو مثل ذراع طبيعية He said that it looked like a normal arm Looked لاحظوا الفعل looks بصير looked في الزمن الماضي لأنه present simple بنحوله past simple زي ما قلنا في المثال السابع Accepted بتصير had accepted لأنها أساسا في الماضي في الباست سيمبل فبتصير past perfect will continue بتصير would continue will بتصير would can بتصير could في الزمن الماضي آخر مثال disabled athletes have recently started have recently started هو عبارة عن زمن present perfect راح يصير present perfect راح يصير past perfect بتصير had recently started فبنحوله للباست perfect فالحاجتين اللي بدنا نعرفهم انه عادة احنا بنستخدم فعل في الزمن الماضي زي الفعل agreed said told مثلا told me او told her هذا اول حاجة تاني حاجة الفعل الاساسي في الجملة بنحوله للزمن الماضي اذا كان هو في الزمن الماضي بنخليه في الزمن الماضي التام يعني اذا كان في الباست بنخليه باست بيرفكت هذا الاشي اللي لازم نعرفه عن الريبورتد سبيتش نيجي نشوف التحويلات تبعت القواعد am و is و are بصيروا عندي was aware. or were am و is و are living بصيروا was were living look و looks بصيروا looked تحول للزمن الماضي accepted بتصير had accepted will continue بتصير would continue can understand بتصير could understand have started بتصير had started نيجي نقلل التمارين Give the reported speech forms of the following. هنعمل reported speech لهذه الجمل. Two. Some people can recover. He said. بعض الناس من الممكن أن يتعافوا. لاحظوا إنه الفعل الأساسي هو كان. فكان راح تصير could. هنبدأ الجملة. He said that some people could recover. بدل كان حطينا could. Three. Medical science is helping people to hear and see again. He said. لاحظوا الفعل الأساسي في الجملة هو is helping فحيصير was helping he said that medical science was helping people to hear and see again for if someone loses an arm إذا شخص ما فقد ذراع we are now able to provide a new one he explained راح تصير الجملة he explained that if someone lost an arm إذا شخص ما فقد ذراع they are now able to provide a new one لاحظوا أن الجملة الثانية ما غيرتهاش لأنها عبارة عن حقيقة ثابتة فهم بيقدروا يزودوا الذراع سواء في الزمن الماضي أو الزمن الحالي فبالتالي أنا ما غيرتها فالأفضل أنه ما نغيرها 5. That means people are living longer, healthier lives than their parents and grandparents lived he said كيف راح تصير عندي الجملة he said that that meant people were living longer healthier lives than their parents and grandparents had lived لاحظوا انه الجملة اللي انا حكيتها حولت كل الافعال فيها الى الزمن الماضي طبعا الحاجات اللي مستمرة للوقت الحاضر بقدر اني ما احولها للزمن الماضي يعني بينفع احكي he said that That means people are living longer, healthier lives than their parents and grandparents had lived. يعني فقط بأحول had lived. ليش؟ لأن الحاجات هذه مستمرة حتى الوقت الحاضر. فأنا ممكن أتكلم عنها إنه هي حاليا مستمرة وممكن أتكلم إنه هو في وقت ما حكى كانت مستمرة. فإذا أنا بدي أتكلم عنها حاليا فما راح أحول الأفعال للزمن الماضي. إذا أنا بدي أتكلم عليها في الوقت اللي هو قاعد بيتكلم فيه لأنه ممكن تكون هذه الأشياء اتغيرت في الوقت الحالي فبالتالي أنا بتكلم عنها في الباست وبحول الأفعال اللي موجودة في الجملة هنا عندي في المثال زي ما أنتوا شايفين في الحل محول الأفعال للزمن الماضي ليش؟ لأنه بيتكلم على الزمن اللي انحكت فيه الجملة ولكن لو هذه الأحداث إنه الناس بيعيشوا لمدة أطول والصحة تبعتهم أكبر ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي وهي فعليا مستمرة فبالتالي أنا بقدر أستخدم present مش الباست يعني نفس الزمن اللي انحكى في الجملة الأصلية Activity 3 Put these statements into reported speech هنحط هذه الجمل في reported speech 1. I write for the magazine Young World جينان told Dr. Way أنا أكتب لمجلة Young World جنان أخبرت دكتور وي جنان أو شي told him هي أخبرته لاحظوا أنه بعد تولد لازم يجي عندي فاعل pronoun that she wrote for the magazine Young World أنها تكتب لمجلة العالم الصغير أو العالم الشاب لاحظوا أنه لو هي ما زالت تكتب في المجلة للوقت الحاضر بنفع نحكي that she writes for the Young World magazine يعني إذا كانت ما زالت تكتب للمجلة في الوقت الحاضر بنقدر ما نغير الفعل للزمن الماضي. 2. I recently wrote about a dramatic operation, she explained. She explained that she had recently written about a dramatic operation. 3. Now our readers are asking for more on medicine, she went on. she went on that now their leaders were asking for more on medicine. For, if you can talk to me, I will happily come to your office at any time, she said. She said that if he could talk to her, she would happily come to his office at any time. لاحظوا حولنا الفعل بالأول كان للماضي could والفعل will بصير would period 8 activity 1 practice the conversation. حنتمرن على المحادثة. The Ibrahimi family have moved to the UK and Mr. Ibrahimi is calling the local school. عائلة الإبراهيمي انتقلت إلى المملكة المتحدة بريطانيا ومستر إبراهيمي بيتصل بالمدرسة المحلية. Mr. Ibrahimi, my wife and I believe that your school is very good. أنا وزوجتي نعتقد أن مدرستكم جيدة للغاية. So have you got room for our son Tariq in year 10? لذلك هل لديكم شاغر أو مكان فارغ لابننا طارق في الصف العاشر؟ Secretary السكرتيرة We may have room for one more student. I'll check. ربما يكون لدينا فراغ لطالب واحد آخر. سوف أتحقق. Mr. إبراهيمي. When can you tell us for sure if there is a free place? متى يمكنك أن تخبرينا بشكل مؤكد أن هنالك مكان فارغ؟ سكرتيرة بترد I'll call you back later today سوف أكلمك لاحقا اليوم مستر إبراهيمي And can I ask this؟ وهل أستطيع سؤال هذا؟ How soon could you accept him؟ متى أقرب وقت يمكن أن تقبلوه؟ Could he join you as soon as next week I wonder هل يستطيع الالتحاق بكم في بداية الأسبوع القادم السكرتيرة بترد عليه I'm not sure I'll need to check that too أنا لست متأكدة أنا أحتاج أن أتحقق من ذلك أيضا مستر إبراهيمي You may have one problem though because our son is disabled and has to use a wheelchair all the time من الممكن أن تواجهوا مشكلة وحيدة بالرغم من ذلك لأن ابني هو معاق أو disabled ويجب أن يستخدم كرسي متحرك طوال الوقت. Are there many stairs to go up and down? هل هنالك الكثير من الأدراج للأعلى والأسفل؟ سكرتيرة بترد: You should speak to our head teacher, Dr. Bill. يجب أن تتحدث مع الأستاذ الرئيس, Dr. Bill. مستر إبراهيمي: Yes, of course. نعم بالتأكيد. Could you arrange an appointment? for us to come and meet Dr. Bill please هل تستطيعين ترتيب موعد أو لقاء لنا لنلتقي بدكتور بيل من فضلك؟ Yes, I'll try to do that. نعم سوف أحاول ذلك. And could Dr. Bill also give us some time to look around the school? وهل يستطيع دكتور بيل إعطاءنا بعض الوقت لنتجول في المدرسة؟ That would be really useful. ذلك سوف يكون مفيدا حقا. Activity 2 Report the underlined parts of the conversation. Use the verbs in brackets. Add s if necessary. حنعمل reported speech للأشياء اللي حكاها مستر إبراهيمي في القطعة زي ما إحنا شايفين. وهي سؤال أساسا محلول عندي باللون الأحمر. الأشياء اللي تحتية خط هي اللي راح نعمل لها reported speech. وراح أرتبهم في المذكرة هذه زي ما إحنا شايفين. Activity 3 Practice Dr. Bell's meeting with two senior teachers. نفس الاشي بنفس الطريقة رح نقرأ المحادثة بين دكتور بيل ومستر إيست ومسز كا وزي ما احنا شفنا في السؤال الأول رح نعمل ريبورتد سبيتش للجمل هذه كلها يعني رح نعمل ريبورتد سبيتش لكل الجمل اللي موجودة في المحادثة هنستخدم الأفعال اللي موجودة عندي على اليمين بين الأقواس زي ما انتم شايفين السؤال محلول أمامي فأنا رح أسيب كوت على الحل period 9 activity 1 look at the picture and do the task هنطلع على الصورة وبعديها هنعمل التمارين. from what you learned in period 7 say who these people probably are هنحكي مين هدول الأشخاص. from what you remember say why the boy's father called earlier. من ما تتذكر قل لماذا أب الفتى اتصل مبكراً. هنيجي نسمع ونجاوب على هذه الأسئلة. نيجي نسمع. period 9 activity 1 Part 1 Hello, Tarek Ibrahimi here. Oh, hello, could I speak to Mr. Ibrahimi, please? I'm sorry, but Dad's out. Oh, well then, could I speak to your mother, Mrs. Ibrahimi? I'm sorry, but she's out too. They've gone shopping together till this afternoon. Can I take a message? Well, thank you. Perhaps you could do that for me. Let me get a pen and some paper. Here we are. Right, uh, please go ahead. Well, my name is Mrs. D, and I'm the secretary at Green Hill School. Your father called earlier about a place at the school for you, and I promised to call back. I see. Activity 2 Listen to part 2 Copy and continue Tariq's message to his dad هنسمع للجزء الثاني وحنكمل رسالة طارق لوالده نيجي نسمع Period 9 Activity 2 Part 2 Uh, Mrs. D Can you spell that please? I'm not very sure about English names Well, mine is very simple It's just D-double-E Thanks, Mrs. D. And you're the secretary at? Green Hill School. Oh, yes. Mum and Dad were talking about Green Hill School. They've heard that it's an excellent school, and they want me to go there. And I'm calling about that now. Oh, fantastic. Have you got a place for me? Well, I should really talk to your parents about this first, but yes, we may have a place for you. That's really good news. Thanks. But could you please come for an interview with the head of Year 10? Right. So you want me to go for an interview with? The head of Year 10, Mrs. Carr. The head of Year 10, Mrs. Carr. Is it possible for you and your parents to be here for an appointment at 10 o'clock on Thursday morning? Wants to know if we can. Be there for an appointment at 10 o'clock on Thursday. And can your parents see the head teacher Dr. Bell at the same time? Wants you and Mum to see Dr. Bell same time. We understand that you're disabled and that you use a wheelchair. That's correct. So Dr. Bell says he needs a discussion with your parents about your disability. He needs to be sure that you'll be able to manage to get round school all right. Says he needs a discussion with you about my disability. All right, I've got that. Now, your father also asked if you could all look round the school. And Dr. Bell says that's fine. But his question is this What parts of the school does he specially want to see? Dr Bell asks what parts of the school you specially want to see. Mhm. Mm well, I think that's all. Perhaps your father could call me back later this afternoon. I'll be here until 5:30. Mrs Bell wants you to Activity 3. Listen to parts 1 and 2 again. Take through the exhibitions that you hear. We will listen 1 and part 2 again. We will and Il jumal, words. Do Period 9. Activity 1. Part 1. Hello. Tarek Ibrahimi here. Oh, hello. Could I speak to Mr. Ibrahimi, please? I'm sorry, but Dad's out. Oh, well then, could I speak to your mother, Mrs. Ibrahimi? I'm sorry, but she's out too. They've gone shopping together till this afternoon. Can I take a message? Well, thank you. Perhaps you could do that for me. Let me get a pen and some paper. Here we are. Right, uh, please go ahead. Well, my name is Mrs D and I'm the secretary at Green Hill School. Your father called earlier about a place at the school for you and I promised to call back. I see. Period 9, activity 2, part 2. Uh Mrs D, can you spell that please? I'm not very sure about English names. Well, mine is very simple. It's just D double E. Thanks, Mrs. D. And you're the secretary at? Green Hill School. Oh, yes. Mum and Dad were talking about Green Hill School. They've heard that it's an excellent school, and they want me to go there. And I'm calling about that now. Oh, fantastic. Have you got a place for me? Well, I should really talk to your parents about this first, but. Yes, we may have a place for you. That's really good news. Thanks. But could you please come for an interview with the head of Year 10? Right, so you want me to go for an interview with. The head of Year 10, Mrs. Carr. The head of Year 10, Mrs. Carr is it possible for you and your parents to be here for an appointment at 10 o'clock on thursday morning? wants to know if we can be there for an appointment at 10 o'clock on thursday. and can your parents see the head teacher, dr bell, at the same time? wants you and mum to see dr bell same time. We understand that you're disabled and that you use a wheelchair. That's correct. So Dr. Bell says he needs a discussion with your parents about your disability. He needs to be sure that you'll be able to manage to get round school all right. Says he needs a discussion with you about my disability. All right, I've got that now your father also asked if you could all look round the school and dr bell says that's fine but his question is this what parts of the school does he specially want to see dr bell asks what parts of the school you specially want to see mm -hmm. well i think that's all perhaps your father could call me back later this afternoon I'll be here until 5:30. Mrs. Bell wants you to activity 4 practice your pronunciation. حنتمرن على النطق. 1 listen and mark the stress in each word in the table. حنسمع وحنحط وين هو الاستريس او الضغط في كل كلمه من هذه الكلمه. نيجي نسمع. Period 9. Activity 4. 1 secretary fantastic afternoon 2 disability disabled excellent interview together understand to listen and mark the stress in these words and add them to the table above. حنسمع الآن للستريس في هذه الكلمات اللي موجودة في الصندوق في الأسفل وحنضيفهم إلى الجدول. زي ما بنلاحظ في الجدول في عندي العمود الأول الستريس بكون على المقطع الأول من الكلمة زي كلمة secretary العمود الثاني الستريس بكون على المقطع الثاني الكلمة زي كلمة fantastic العمود الثالث الستريس بكون على آخر مقطع في الكلمة زي كلمة afternoon فبالتالي احنا بدنا نشوف الاسترس في باقي الكلمات ونحدد هل هو في المقطع الاول او الثاني او الثالث ونضيفهم للجدول حسب العمود المناسب نيجي نسمع Period 9 Activity 4 1 Secretary Fantastic Afternoon 2 Disability Disabled. Excellent. Interview. Together. Understand. Period 10, Activity 1. Practice the discussion at the local community hall. حنتمرن على الحوار في صالة المجتمع المحلية. بعدين رح نعمل له reported speech زي ما تعلمنا في الوحدة. رح نعمل reported speech لكل الحوار هذا المطلوب مني في activity 2 now write a local newspaper report use the reporting verbs in the brackets and put them in the past simple start like this هنستخدم الأفعال الموجودة في الأقواس هنا ونستخدم الباس سيمبل يعني لازم نرجع الجمل للزمن الماضي زي ما تعلمنا في هذه الوحدة فهذا التمرين تقريبا محلول أو الأفعال اللي موجودة في الجمل محلولة فأنا راح أسيب كود على الحل والآن نيجي لشرح قصة Around the World in 80 Days حول العالم في 80 يوم الجزء الثامن بعنوان By Train from San Francisco بواسطة القطار من سان فرانسيسكو هنيجي الآن للشرح بعد يرى هنحط حل الأسئلة المرتبطة بالقصة بعد الشرح نيجي للشرح <applause> مرحبا اليوم راح نشرح الجزء الثامن من قصة Around the World in 80 Days عنوان الجزء الثامن By Train from San Francisco انتهينا في الجزء السابع انه باص بارتو فوق اودا ركبوا سفينة الجنرال جرانت وراحوا على مدينة سان فرانسيسكو في امريكا نبدأ الجزء الثامن It was 7 a.m. on 3rd of December when Fogg, Auda and Bospa 2 left the General Grant in San Francisco. كانت الساعة السابعة صباحا في الثالث من ديسمبر عندما غادر فوج وآودا وباسبارتو سفينة الجنرال جرانت أي وصلوا إلى سان فرانسيسكو The train didn't depart to New York until 6 that evening القطار لن يصل إلى نيويورك حتى السادسة هذا المساء So they had some time كان لديهم بعض الوقت First they went to the hotel near the boat to have breakfast. أولا ذهبوا إلى الأوتيل بجانب الميناء ليتناولوا طعام الفطور. I've heard that the zoo have attacked some trains this winter. Said Basbatu to Fog. So shall I buy some guns to take with us on the train? Basbatu بيقول لفوق سمعت إنه قبائل السو وقبائل الأصلية السكان الأصليين في أمريكا هاجموا بعض القطارات هذا الشتاء. فباسبارتو بيسأل فوج هل أشتري بعض البنادق معنا على القطار؟ فوج gave باسبارتو some money to get the guns while he and اودا went to see the city. فوج أعطى بعض النقود لباسبارتو ليذهب ويحضر البنادق بينما هو وآودا ذهبوا ليتجولوا في المدينة. Then Mr. Fix suddenly appeared. Mr. Fix ظهر فجأة. He pretended to be amazed to see them and said, "What? Have we just been across the Pacific together and not met on the ship?" Mr. Fix ظهر فجأة وتظاهر انه متفاجئ وقال: "ماذا؟ هل عبرنا المحيط الهادئ مع بعضنا البعض ولم نلتقي على متن السفينة؟" Fog politely invited Fix to look around the city with them. Fog دعا فيكس انه يتجول معهم في المدينة، and the detective happily accepted. والمحقق قبل بسعادة. In the afternoon في المساء، they returned to the hotel to meet passepartout. رجعوا إلى الفندق ليقابلوا passepartout and then they all went to the railway station وجميعهم ذهبوا إلى محطة القطار. The train left on time and started its long and dangerous journey across America. القطار غادر في الوقت المحدد وبدا رحلته الطويلة والخطيرة عبر امريكا This trip usually took 7 days so fog planned to be in New York to catch a ship across the Atlantic Ocean on 11th of December هذه الرحله تستغرق عاده 7 ايام لذلك فج خطط ان يبقى في نيويورك ليلحق السفينه التي سوف تبحر عبر المحيط الأطلنطي أو المحيط الأطلسي في الحادي عشر من ديسمبر The passengers ate and slept on the train as it moved slowly across California and into the mountains الركاب أكلوا وارتاحوا بينما القطار يتحرك ببطء عبر كاليفورنيا باتجاه المناطق الجبلية At one place the train had to stop for three hours because 10 or 12,000 buffalo were walking slowly across the railway line في مكان ما على طريقهم القطار كان عليه أن يتوقف لمدة ثلاث ساعات بسبب عشر أو 12 عشر ألف من الثيران التي كانت تعبر السكة الحديدية ببطء By 11 a.m. on 7th of December the train was near the highest point in the wild Snowy Mountains بحلول الساعة الحادية عشر صباحا في اليوم السابع من ديسمبر القطار كان قريباً من أعلى نقطة في البرية المنطقة الجبلية المتجمدة But then it stopped ولكن عندها توقف القطار Bus 2 and lots of other passengers get off to find out why Bus 2 نزل من القطار ليعرف السبب هو ومسافرون آخرون Ahead, there was a red signal في الأمام كان هناك إشارة حمراء Beside it The driver was talking seriously with a man who had been sent from the next station from the next station to stop the train. بجانب الاشاره كان السائق يتحدث بجديه مع رجل كان قد ارسل من المحطه التاليه لكي يوقف القطار. He was saying you can't go on. انت لا تستطيع المضي قدما. لقد كان يقول The bridge ahead is damaged. and won't support the trains wait الجسر امامكم متضرر ولا يستطيع تحمل وزن القطار telegram had been sent for a new train to come from farther east and pick up everyone from the next station ارسلت رساله الى القطار التالي لكي يحضر من الشرق الاقصى وياخذ معه كل الركاب من المحطه التاليه but the passengers would have to walk for six hours through the snow to get there. ولكن على الركاب أن يمشوا لمدة ست ساعات عبر الجليد لكي يصلوا هناك. Six hours cried Passepartout. صاح Passepartout ستة ساعات thinking of fog's timetable. وهو يفكر في جدول فوج. Walk in the snow cried the other travelers. صاح المسافرون الاخرون هل نمشي وفي الثلج walk in the snow but then the driver said there's a way of getting across ولكن عندها السائق قال هناك وسيله لكي نعبر عبر الجسر if we go at full speed there's a good chance that we will succeed اذا عبرنا باقصى سرعه فان هناك فرصه جيده بان ننجح في العبور What a crazy idea! 2 thought. 2 كان يقول لنفسه: "يا لها من فكرة مجنونة. However, everyone else liked the driver's exciting plan. ولكن الجميع أعجب بفكرة السائق المثيرة. So that was the end of the discussion. وهذه كانت نهاية النقاش. Take your seats, everyone, shouted the driver. التزموا مقاعدكم. صرخ السائق: "التزموا مقاعدكم جميعاً. They all jumped on the train again." صعدوا جميعاً على القطار مرة أخرى (and the train went back nearly a mile) ورجع القطار لمسافة ميل كامل. Then it started to move forward again. وبعدها بدأ بالتحرك إلى الأمام مرة أخرى، faster and faster until it was doing 100 miles per hour. وبدأ بالتحرك بسرعة وبسرعة أكبر حتى وصل إلى سرعة 100 ميل في الساعة It almost flew over the bridge لقد كان يمشي مثل الماء فوق الجسر There was only one problem لقد كانت هناك مشكلة واحدة just after they had crossed بعدما قطعوا الجسر بمدة قصيرة جدا the whole bridge fell with a huge crash into the water below الجسر بأكمله وقع في المياه بالأسفل في تحطم كبير هيك بنكون وصلنا لنهاية الجزء الثامن بتمنى انكم تكونوا استفدتوا تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة حتى تصلكم مزيد من الفيديوهات حلول الجزء الثامن وحلول الاجزاء الاخرى بتلاقوها موجودة على القناة بتمنى انكم تتابعوها شكرا لمتابعتكم والى لقاء جديد نيجي الآن لحل الأسئلة match sentences part 1 to 8 and A to H to form a summary هنوصل الجمل من 1 ل 8 مع الجمل من A to H عشان نكون ملخص للقصة هذا الملخص مهم جداً وبساعدني على تذكر أحداث القصة 1 فوق أودا and باس bar 2 left the general grant فوق وعودا فوق وأودا وباس بار 2 غادروا سفينة الجنرال جرانت إيش صار بعديها؟ if and they went and they went to a hotel for breakfast وذهبوا إلى فندق لتناول الفطور. two later Basbatu went to buy some guns. Basbatu ذهب لشراء بعض البنادق. C because there might be an attack by the Sioux during the journey. لأنه قد يكون هنالك هجوم من قبل قبيلة Sioux 3-While Fogg and Aouda were looking around San Francisco بينما Fogg و Aouda كانوا يتجولون في سان فرانسيسكو, Fix suddenly appeared and joined them. Fix ظهر فجأة ولحق أو انضم لهم. 4-Later they and Bassepartout went together to the station. لاحقًا ذهبوا جميعًا مع Bassepartout إلى المحطة. جملة A to catch the evening train to New York ليلحقوا بالقطار المسائي إلى مدينة نيويورك. 5 at one place they had to stop for 3 hours في مكان ما احتاجوا أن يتوقفوا لمدة ثلاث ساعات ليش؟ in order to let thousands of buffaloes in order to let thousands of buffalo cross the railway line لاجل ان يدعوا الاف الثيران لتمر خلال السكه الحديديه 6. Up in the mountains, they had to stop again. عاليا في الجبال كان عليهم ان يتوقفوا مره اخرى since the bridge ahead was too dangerous to cross لان الجسر في الامام كان خطيرا جدا للعبور 7. All the passengers except for Busbout 2 agreed with the driver جميع السائقين ما عدا باسبارتو اتفقوا مع السائق when he suggested crossing the bridge at top speed عندما اقترح أن يعبر الجسر بأقصى سرعة 8. They managed to cross the bridge successfully just as the driver has said لقد نجحوا في اجتياز الجسر بنجاح عندما فقط السائق قال but just afterwards the whole thing collapsed into the river below ولكن بعد ذلك الجميع أو كل شيء سقط في النهر بالأسفل يعني الجسر سقط في النهر بالأسفل في عندي هنا بعض الأسئلة اللي بتتعلق بالقطعة الأسئلة الإضافية نيجي نشوفها 1. What time did the train for New York leave? متى غادر قطار نيويورك 6 p.m. on 3rd of December الساعة السادسة مساء في الثالث من شهر 12 ديسمبر 2. How long was the train trip to New York going to take? كم كانت ستستغرق الرحلة إلى نيويورك؟ 7 days سبعة أيام 3. When did fog want to catch a ship across the Atlantic Ocean? متى أراد فوغ أن يركب أو يلحق بسفينة عبر المحيط الأطلنطي أو الأطلسي on 11th of December في الحادي عشر من ديسمبر 4. Why did the train stop for 3 hours on the trip? لماذا توقف القطار لثلاث ساعات في الرحلة? Because 10 to 12,000 buffalo were crossing the line لأنه من 10 إلى 12 ألف ثور كانوا يقطعون السكة الحديدية Complete the statements There was a red signal because the train had to stop كان هنالك إشارة حمراء لأن القطار كان يجب أن يتوقف. 2- بس بارتو didn't want to walk because بس بارتو لم يرد السير لأنه it would take a long time and they would miss the boat سوف يأخذ وقتا كثيرا وسوف يضيع عليهم القارب. 3- they saw that the bridge had been very weak because لقد رأوا أن الجسر أصبح ضعيفا للغاية لأنه it fell after they went across it لقد سقط بعد أن عبروا منه. (decide A) Who said the following B) Who to and C) Where (هنحكي مين اللي حكى هذا الشيء ولمين حكى وين المكان) 1) Good, so we'll be able to protect ourselves and now let's go to the station من اللي حكى هذا الكلام؟ الانسر الإجابة فوج سيد to تو باس بارتو إن سان فرانسيسكو فوق حكى هذا الكلام لباس بارتو في مدينة سان فرانسيسكو لما اشترى البنادق 2 I'm sorry everyone but the driver wants to try to take us across at full speed من اللي حكى هذا الكلام؟ Bus Batu said it to the other passengers near the broken bridge. بس حكى هذا الكلام للمسافرين الاخرين عند الجسر المكسور او المتضرر اصدقائي الاعزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناه اذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات ايضا بتمنى تشاركوا الفيديو لاكبر عدد ممكن ولجميع اصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناه احنا فعلنا ميزه الباتريون فكافه التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناه موجوده في الوصف اسفل الفيديو، ايضا ياريت ريت تطلعوا على الروابط اللي موجوده في الوصف اسفل الفيديو حتفيدكم كتير، في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى لقاء جديد